هذا مطار على شكل مول. سلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. محتارين من وين تأخذون أغراض العيد؟ محتارين ما لقيتوا القطع الجميلة؟ اسمهم جواهر القمة، أكبر مول أنا صورته بمساحة 40,000 متر مربع، مواقف ألفية، سلالم كهربائية، سلالم متحركة. يا جماعة، كل ما تحتاجه العائلة تحت سقف واحد، دورين، كأنك فعليا في مطار على شكل مول. لذلك أباخذ بكم جولة بتستمتعون بإذن الله تعالى من الأقسام الموجودة عندهم بالتحديد. اكتبوا جواهر القمة، توكلنا على الله. شوفوا يا جماعة، خيارات قسم البناتي خيارات كثيرة جدا، يصعب علي أني أخذ كل الأشكال. من ضمن هالخيارات هذا الموديل الطقم ب53 ريال. أبمشي حتى تشوفون خيارات الألوان، الأطقم اللي هنا قطعتين، أيضا أشكال وخيارات وموديلات كلها في جواهر القمة. زي ما ذكرت، يصعب علي أني أذكر جميع الأشكال والخيارات اللي عندهم. شوفوا خيارات أطقم البجامة اللي هنا، هذا الموديل بكم؟ ب28 ريال، علاوة على الأسعار القوية اللي عندهم هنا أحدث الموديلات. عينكم على طقم البجايم البناتي اللي نزلت عندهم والكوليكشن الجديد، اسمهم جواهر القمة، ويصعب علي أني أغطي كل شيء عندهم. فجمع خيارات الأطقم اللي هنا، تعدد في الألوان، هذا الشكل أو هذا الموديل ب53 ريال، ما هي بهالخيارين، في عدة ألوان. أبمشي حتى تشوفون هالقسم عندهم، أيضا امتداد قسم البنات اللي هنا والأسعار المنافسة جدا عندهم هنا 24 وخيارات كثيرة، ما أقدر أسعر كل شيء. اسمهم جواهر القمة. عينكم على الأطقم الصيفية، هالأوفر سايز بهالمقاسات البناتي. يا جماعة، الألوان الأوف وايت بكم؟ ب42 ريال، طقم أوفر سايز بالخامات اللي تشوفونها قدامكم. أبمشي حتى تشوفون هالخيارات، 42 خيارات كثيرة جدا، هالخامات ب42 في جواهر القمة بالتحديد، وخيارات أيضا هنا كلها على 42 ريال فقط. يا جماعة، الفساتين بكم تأخذونها؟ مثل هالفستان الجميل، وآخر ما نزل عندهم هالقصات، 32 ريال فقط. يا جماعة، ما أقدر أسعر كل أنواع الفساتين اللي عندهم. أبمشي حتى تشوفون الخيارات اللي عندهم، ألوان الطيف، ألوان الترند، خيارات كثيرة، لو فوايت الأشكال اللي تشوفونها قدامكم، أي فستان تشوفونها. أبمشي، للعلم أقسام كثيرة جداً هنا، جميع المقاسات للفساتين، هذا فقط قسم الفساتين البنات اللي تشوفونها هنا، وخيارات كثيرة جدا. شوفت عينكم هالموديلات وهالقصات اللي هنا، استعرض لي بعد الأشكال أجمل حتى يجي من ألوان وخيارات كثيرة جدا. كل يقول الزود عندي، كل يقول الزين عندي، حنا في جواهر القمة وهالأشكال الخرافية. بيكم تركزون في هالأشكال الجميلة جدا في الفساتين، أحدث موديل شفته عندهم هالخيارات الجميلة جدا جدا جدا، وللعلم يجي منها ألوان. أشوف الأشكال الثانية، طبعا بوريكم الأشكال الثانية اللي عندهم، طبعا تنوع كبير جدا زي ما نلاحظ. نشوف هالخيارات مع الأسعار هنا، تبدأ من 31 مثلا هالأشكال الحديثة اللي عندهم، وخيارات كثيرة جدا. أنا ما أقدر أستعرض كل الأشكال في البناتي، أبعطيكم نبذة سريعة عن هالقسم، قسم كبير في البناتي خاصة القمصان اللي هنا والأشكال اللي تشوفونها قدامكم، أحدث الموديلات وأسعار مخفضة. اجمع هالقمصان اللي تشوفونها قدامكم بالتفاصيل والألوان، 22 ريال، اللي هنا 18 ريال، أسعار قوية، أشكال حديثة. لذلك أنا قلت لكم ما أقدر أستعرض كل الأشكال، اللي هنا أيضا 25. أبمشي حتى تشوفون الخيارات اللي عندهم، خيارات كثيرة جدا، حتى على الطابع التراثي موفري لكم جواهر القمة. شوفوا يا جماعة، خيارات القمصان اللي هنا النسائية 15 ريال، أي قطعة في هذا الستان. أيضا اللي هنا 25 ريال. أبمشي حتى تشوفون الخيارات اللي عندهم، اللي هنا أيضا ب25 ريال فقط، ما أقدر أخذ كل هالأصناف اللي عندهم. أيضا هنا اللي بعده هناك ب29 ريال زي ما نلاحظ ونشوف قدامكم. يصعب علي إن أخذ هذا الفرع الضخم كله، أبعطيكم نبذة سريعة، اللي هنا أيضا 29 ريال فقط. فجمع خيارات القمصان اللي عندهم هذا الشكل بالتحديد 34 ريال، اللي بالفخامة
بهالقمصان اللي تشوفونها قدامكم. عينكم عينكم على الأشكال خيارات. وللعلم يجي من ألوان كثيرة جدا، هذه ألوانه زي ما نلاحظ ونشوف قدامكم تعدد في المقاسات والألوان. خيارات القمصان اللي هنا هذا النوع ب 38 ريال، وهالموديل اللي بعده خيارات كثيرة جدا زي ما نلاحظ ونشوف. يصعب علي يا جماعة أغطي كل شيء عندهم، لذلك هذا قسم القمصان النسائي عندهم. ايش رايكم في هالخيارات بالنسبة للقمصان اللي هنا؟ هذا كم سعره؟ 36 ريال. ايضا يا جماعة تنوع كثير جدا في خيارات وموديلات. اللي هنا كم؟ 38، واللي هنا 68 ريال. هذا بالمختصر قسم القمصان النسائية اللي عندهم، ما أقدر أخذ كل التفاصيل اللي فيها. قسم القمصان النسائية اللي هنا قسم كبير جدا، أبمشي حتى تشوفون الخيارات كلها موديلات حديثة. الأشكال اللي هنا أيضا المشجر حاطين له ستاند كامل ومتكامل، لذلك خيارات كثير جدا عندهم. أيضا هالأشكال اللي تشوفونها قدامكم، أيضا أبمشي حتى تشوفون الخيارات الكثيرة جدا عندهم، خيارات مرة كثيرة. ذلك يا جماعة صعب علي أني أخذ كل هالفرع الضخم. هذا جزء بسيط جدا من قسم القمصان النسائية على مد النظر. ومن خيارات القمصان اللي عندهم هالأشكال اللي هنا، أيضا خيارات الأشكال اللي هنا، هذا 53، اللي هنا 57، اللي هنا أيضا 59. أسعار ممتازة جدا، وأيضا أشكال وتشكيلات حديثة عندهم زي ما نلاحظ ونشوف. الجميل أن كل أو أغلب المقاسات موجودة. خيارات البجايم اللي هنا أسعارها هنا مثلا 35 ريال، أيضا اللي هنا وأغلب المقاسات موجودة 35 ريال. ما أقدر أستعرض كل البجايم اللي هنا الأطقم، 35 ريال. اللي هنا 39 ريال، وحاطين لكم أيضا الخيارات والأشكال اللي هنا، وأيضا جميع المقاسات موجودة عندهم. أيضا الخيارات اللي هنا على 35 ريال، الطقم البجايم اللي هنا أيضا 35 ريال فقط، وعندهم خيارات كثير. حتى أقول لكم ضخامة الفرع فعليا، كل هالقسم بجايم. هالقسم هذا يمكن أكبر من فرع أو محل من المحلات. هذا محددين 18 ريال أي طقم فيه، اللي هنا القطعة 19 ريال، اللي بعده 23 ريال، اللي هنا 20 ريال، 20 ريال، 23، فيه 24، فيه 25، 23. ما أقدر أخذ كل هالأقسام اللي هنا بالأسعار، ولكن أعطيتكم نبذة سريعة والأسعار المخفضة اللي عندهم تشوفونها قدامكم. هذا قسم البلايز، أنا ما أقدر أخذه من القطع اللي عندهم. طبعا الأسعار تبدأ هنا من 39 ريال، وهالخيارات اللي تشوفونها قدامكم. يصعب علي إن أخذ تقريبا أكثر من 20 ستاند للبلايز. هنا الأسعار تبدأ من 39 زي ما هم مكتوب قدامنا، 39 ريال في جواهر القمة. خيارات كثير، ومن الموديلات اللي هنا هذه الموديلات. الأطقم اللي هنا هذه من الموديلات الحديثة عندهم ب 100 ريال فقط. البداية إلى النهاية أكثر تقريبا من 200 ستاند، فيه بلايز، فيه جنوز، فيه أيضا فساتين، فيه أطقم. جماعة والله أنه يصعب علي إن أخذ هذا المول الكامل على شكل مطار. خيارات الأطقم اللي هنا 99 ريال، أيضا هذه من الموديلات اللي عندهم كلها طقم كامل، فيها للسادات وفيها الأشكال اللي تشوفونها قدام. جماعة متخيلين إن هالجلابيات الجميلة جدا بكم؟ ب 26 ريال فقط، ويجي منها ألوان وخيارات. حنا في جواهر القمة 26 ريال، وهذا السعر قدامكم، وهذا قسم الجلابيات عندهم. شوفوا يا جماعة الجلابيات الفخمة اللي هنا وخيارات الألوان، موفري لكم خيارات كثيرة جدا. اللي هنا 145 ريال، ومن ضمن الألوان هالألوان اللي تشوفونها قدامكم، وأيضا عندهم هالألوان. شوفوا يا جماعة خيارات العبايات اللي هنا خيارات كثيرة جدا، 49 من البداية إلى النهاية، أيضا عندهم 59، عندهم أيضا 69. ما هو بعشر حبات ولا 20 حبة، آلاف العبايات اللي عندهم. الأسعار متنوعة حسب الموديل، في 49، في 59، في 69، في 79، وطالع خيارات كثيرة جدا. ما أقدر العبايات اللي هنا هذا الموديل طبعا طقم مع الطرحة ب 143 ريال، والأسعار منوعة هنا حسب الموديل، الأسعار كلها أو العبايات كلها مع الطرحة. جميع قسم العبايات اللي هنا 49، طبعا العباية مع الطرحة من البداية للنهاية، اللي هنا أيضا 49 ريال، خيارات كثير جدا وموديلات، في 49 وأيضا في 59، هذه الأشكال على 49 مع الطرحة. جميع العبايات اللي تشوفونها قدامكم
طقم مع الطرحة، أي عباية هنا بتسعة وخمسين ريال، هذه الأشكال اللي تشوفونها قدامكم، 59 يشمل هذا الستاند كامل، وهذا الستاند كامل عباية مع الطرحة، وهذا الستاند كامل، كميات كبيرة جدا عندهم. قسم الفساتين اللي عندهم قسم كبير جدا وأسعار متنوعة. ب180 ريال أبمشي حتى تشوفون الأشكال، وكل شكل له سعر، خيارات كثيرة جدا 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 في الفساتين اللي عندهم. زي ما نلاحظ ونشوف، يصعب علي أني أسعر كل نوع الحالة وكل موديل وخيارات وأشكال. زي ما نلاحظ ونشوف، ومن خيارات الفساتين اللي عندهم هذه الأشكال، لذلك أبمشي حتى تشوفون الخيارات اللي عندهم، خيارات كثيرة جدا. هذا القسم كبير جدا في الفساتين، لذلك أنا والله أني ما أقدر أخذ كل الأشكال اللي تشوفون، اللي علي أبمشي وتشوفون الأشكال اللي عندهم والقصات والموديلات والأقمشة والخامات. قسم كبير جدا جدا جدا، لذلك اللي يبحثون عن الفساتين خاصة هالأيام، خيارك الأول جواهر القمة بالتحديد. شوفون ضخامة هذا القسم، هذا القسم يمكنها أكبر من فرع كامل، زي ما هو واضح قدامكم المساحة. فساتين اللي تشوفونها قدامكم هذه الأشكال بالتحديد ب194 ريال، أيضا خيارات كثيرة جدا هنا في الفساتين. أيضا بمشي حتى تشوفون الخيارات اللي عندهم، خيارات كثيرة جدا 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 إلى النهاية. الفساتين اللي تشوفونها قدامكم هذا الشكل 323 ريال، أيضا عندهم هذه الخيارات، خيارات الفساتين اللي هنا اللي تشوفونها قدامكم هذا ب121 ريال. يصعب علي أني أسعر كل نوع وكل موديل وكل شكل، لكن عندهم خيارات كثيرة جدا في فساتين المناسبات بالتحديد. فساتين المناسبات اللي هنا اللي تشوفونها قدامكم هذا بسعر 94 ريال فقط، أيضا عندهم خيارات كثير، الميدي طويل كلها موجود وبأسعار منوعة. هنا تقصون البوردنج وتقلعون في التسوق في هذا الفرع الكبير جدا. كنا في الدور الثاني، أعتقد لو أقعد أسبوعين هنا ما راح أخلص من ناحية التصوير، لأن 40,000 متر مربع مساحة ضخمة جدا جدا جدا. جميع أقسام العائلة موجودة، محتارين وين تروحون وتأخذون كل الأغراض، هنا وجهتك الأولى قمة أو جواهر القمة بالتحديد هذا اسمهم. الله يوفقنا وياكم، فرع ضخم جدا زي ما نلاحظ نشوف الأقسام، الأطقم الرجالية، الرياضة، الإسبورات، الولادي، البناتي، الشنط، الأواني، أيضا الرجالي، الداخلية، الأطفال، الألعاب، الشراريب، العطور، الشنط، الأحذية، المفروشات، كل شيء عندهم بالمختصر، كل ما تحتاجه العائلة بالتحديد. الإسبورات الرجالية، التيشيرتات في هذا الستاند السعر واضح قدامكم 12 ريال، اللي بعده 25 ريال لأي تيشيرت. أبمشي حتى تشوفون هنا 23 ريال، الكاب ما يشمله، التيشيرتات طبعا 23 ريال فقط، اللي بعده 38 ريال بس. اللي يبحث عن البدل الرسمية أو الأطقم هذه اللي تشوفونها قدامكم الرسمية، موفري لكم قسم كامل، أنا ما أقدر أستعرض كل الأشكال، موجودة عندهم وأسعار متنوعة في هذا القسم. شوف يا جماعة الملابس الداخلية، الفنايلة والهافات الرجالية، سعر كم؟ السعر موحد، خاصة الأشكال اللي تشوفونها 6 ريال فقط، فنايل وهافات والسعر قدامكم 6 ريال بس. ملابس الرجالية الداخلية، السراويل الطوال، الهافات، أيضا الفنايل هاي تو، الحبة سعر موحد بكم؟ ب10 ريال، كميات الكراتين موجودة ب10 ريال فقط. الأشمغة الرجالية اللي تشوفونها قدامكم جميع أو أغلب المقاسات موجودة بكم؟ اللقاء ب35 ريال فقط. الأشمغة الرجالية اللي تشوفونها قدامكم أميرال، أنتاليا، المقاسات موجودة إلى 60 بكم؟ ب46 ريال فقط. جميع الثياب الرجالية هنا سعر فيها موحد 90 ريال، أبيض، كريمي، سحاب، كبك، قلاب، جميع الأشكال، حتى الصيفي، شتوي، أي ثوب رجالي ما فيه أغلى من 90 ريال. ما أقدر أخذ كل الأشكال الموجودة عندهم، 90 ريال فقط عندهم السعر موحد على ثياب الرجالية، حتى الشتويات مفرنة وب90 ريال بس، حتى اللي هنا بعد. هذا القسم الكامل والمتكامل، قسم المواليد، جميع احتياجات المواليد من أطقم، فيه 8 قطع، فيه 10 قطع، فيه 12 قطعة، أيضا المهادات، الكراسي، الدراجات، الأطقم، كل الأشياء الموجودة
أو اللي يحتاجونها. المواليد موجودة عندهم، حتى الأطقم اللي تشوفونها هنا موفرينها. عربيات المواليد اللي هنا هذه الميزة فيها الدف من الأمام ومن الخلف على الوضعية اللي تحتاجونها. كفرات متحركة هذه سعرها عندهم ب116 ريال. عندهم خيارات كثيرة جدا، كل موديل وله سعر. هذه ب116. الكراسي اللي تشوفونها قدامكم هذا سعره 240، وفيه أسعار مختلفة كل كرسي حسب الشكل والموديل. هالقسم اللي تشوفونه قدامكم خاص بالبدل الولادي، ما أقدر أستعرض كل الأشكال اللي هنا زي ما نلاحظ. نشوف البدل الولادي، كل هذا القسم خاص بالشنط النسائية، أيضا ما أقدر أستعرض كل الأنواع. فيه الصغير، فيه الوسط، فيه شنط المناسبات، فيه الأحجام الكبيرة، فيه الفخم، كله موجود. جميع أقسام الأحذية موفرينها، الولادي، البناتي، النسائي، الشبابي، الكاجوال، الرسمي، للرياضي، أيضا المناسبات، السليبر، الكعوب، كلها موجودة بدرجات الجلود، الشاموا، خيارات كثير جدا، ما أقدر أخذ كل الأشكال الموجودة اللي عندهم. شوفوا يا جماعة الشنط العلاقي اللي هنا أكبر مقاس، ويجيكم 28 المقاس، 28 ويجي منه عدة ألوان ومطعم باللون البني. بكم؟ ب28 ريال فقط. الشنط اللي تشوفونها قدامكم هذه كفرات متحركة، طبعا يجي منها عدة ألوان وحجم كبير جدا وسحاب وتفاصيل فيها. اللي يحبون يسافرون وأغراضهم كثيرة هذه تنفع لهم بالتحديد. سعرها 33 ريال، طبعا كفرات متحركة وحجمها كبير، لكن الآن ما فيها أغراض. كم؟ 8 كفرات فيها، عفوا 8 كفرات ب33 ريال فقط. هناك قسم كامل للمفروشات، ما أقدر أغطيه كامل يا جماعة. هنا أيضا المراكن، الورود، الأواني المنزلية، كلش موجود في هذا الفرع الضخم. وما بين مخرج 16 و17 هذا الفرع الضخم اللي مساحته 40,000 متر مربع تقريبا، وهذا موقعهم بالتحديد. اكتبوا جواهر القمة يوصلكم مباشرة.